الخارجي بلباسه التقليدي الجزائري الأصيل بعباءتان إحداهما بيضاء وأخرى زرقاء، يتزين بتكورات وهو غطاء يوضع على الكتفين ومعهما خيوط حمراء تعرف بأمجدول، ومعهما تغلب وإغتما. كما تتزين المرأة الترقية بإرسوي وآفر وآلشو، وتتزين بحلي تقليدي في الأعياد والمناسبات. تشبع بنتي غادي تجي لواحد الدهرين هذا الطفين دغاقنا نسن الطفين دغ تملسوت نسن نكت ملسوت تاغ ايوا دغ دسي كالن وتي لا كالوا غوري ودغ سي سطاف دغاقنا نن لكن هذا الجلز الزغلي بس تقليدي كرازا يولان هولان. اليوم راني انا مشارك باللبسه الاصيله العريقه لمنطقه الهجار اللي يعني جدودي كانوا يعني يسافروا بهم هذه الامور هذو، وبقيت محافظ عليهم كتراث اصيل للمنطقه وكتراثنا كبطاقتنا كهويتنا الاصيله. مشاركه واسعه لدول الجوار كالمالي والنيجر في هذا العرض لللباس التقليدي بولايه تمنغست ليبرزوا تراثهم الثقافي الافريقي المتوارث عن ابائهم واجدادهم. هذا العرض لللباس التقليدي المشترك بين الجزائر والنيجر فرصة لإبراز الموروث المشترك للزي التقليدي في البلدين. قمنا بهذا المعرض باش نتعرفوا بثقافات وعادات وتقاليد لهذه الدول اللي جاونا اليوم وعرضوا ثقافاتهم وتقاليدهم وكل ما يخص اللباس التقليدي والصناعات التقليدية اللي تتميز بها هذه الدول. وتحت شعار التراث الثقافي الجزائري وامتداداته الإفريقية تتواصل فعاليات هذه المناسبة طيلة هذا الشهر بعاصمة الأهجار تمنغست.